بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلا نزال في فائدة قليلة في قواعد الأسماء الحسنى وفي المجلس الرابع، نواصل في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس عشر، أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي ألا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه. نعم، قال الخامس عشر، أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة. الصفة إذا قامت بالموصوف كصفة الكلام كما سيأتي معنا تقوم بالموصوف، فلزمها أربعة أمور: أمران راجعان إلى اللفظ، وأمران راجعان إلى المعنى. أمران راجعان إلى اللفظ: أن يشتق للموصوف منها اسم، والمراد وصف يقال متكلم، قامت فيه صفة الكلام هو متكلم. قال: والسلبي أي المنفي في اللفظ، أن يمتنع الاشتقاق لغيره، أي أن يشتق من هذا الوصف لغيره. لا يقال المتكلم الشجرة أو المتكلم الهواء، الذي قام به صفة الكلام هو المتكلم. فهذان أمران يرجعان إلى اللفظ، وهناك أمران يرجعان إلى المعنى. الأول أن يعود حكم الصفة إلى الموصوف، أن يعود حكم الصفة إلى الموصوف ويخبر بحكم الصفة عنه. فالكلام يقال تكلم وقال وأخبر وأمر ونادى، يضاف إلى ما قامت فيه الصفة. فمثلا كما سيأتي معنا صفة الكلام هي من صفات الله عز وجل، ولذلك يقوم حكمها ويثبت حكمها لله عز وجل: قال ونادى وناجى وأمر وأخبر وتكلم. والسلبي أي المنفي في المعنى، ألا يعود حكمها إلى غيره، لا يقال الهواء نادى أو الشجرة أمرت أو الملك أمر، إنما الذي نادى والذي أمر والذي أخبر هو الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عظيمة، إذا قامت الصفة بالموصوف لزم أمران يرجعان إلى اللفظ، وأمران يرجعان إلى المعنى. أمران يرجعان إلى اللفظ ثبوتي وسلبي، وأمران يرجعان إلى المعنى ثبوتي وسلبي. ولذلك سيأتي معنا في آخر القاعدة أنها سلبا طردا وسلبا، أي في النفي وفي الإثبات، طردا في الإثبات
وسلبا في النفي. نعم. ثم قال رحمه الله: وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكمال، وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تكن به، وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا بها على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسه. نعم، ذكر مثالا في صفة الكلام، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، وهي كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مذهب السلف في صفة الكلام أنها صفة ذات وفعل. مذهب السلف في صفة الكلام أنها صفة ذات وفعل، وفي هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة ومباينة لمذهب أهل الأهواء. صفة الكلام صفة ذات وفعل، قولهم صفة رد على من زعم أن الكلام مخلوق وأتى بما ليس في اللسان العربي، فالمتكلم هو من له صفة الكلام وليس المتكلم من خلق الكلام، فأتى بما ليس في لسان العرب. ورد عليه من وجوه كثيرة، لكن هذا بيان لمذهبه الباطل. فقول السلف صفة الكلام صفة، رد على من يقول إنه مخلوق، وقولهم صفة ذات، صفة ذات رد على الكرامية الذين يقولون لم يكن متكلما ثم تكلم، لم تكن له صفة الكلام ثم كانت له صفة الكلام. هذا مذهب باطل، وهو مذهب الكرامية، بل صفة الكلام صفة ذات، وهو متصف بها أزلا وأبدا. وقولهم صفة فعل، هذا رد على الأشاعرة والكلابية، فالأشاعرة والكلابية يرون أن الكلام صفة ذات فقط. الأشاعرة والكلابية يرون أن الكلام صفة ذات فقط، وذلك أنهم يفسرون الكلام بالكلام النفساني الذي لا يفارق الذات ولا يثبتون الأفعال. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الله عز وجل موصوف بالكلام أزلا وأبدا ويتكلم متى شاء، فصفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. فهذا هو مذهب السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الكلام صفة ذات وفعل. فذكر المؤلف رحمه الله هذا المثال، قال فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام. هذه الصفة قامت بالموصوف، قامت بالموصوف، فإذا قامت الصفة بالموصوف لزم فيها أربعة أمور: أمران لفظيان وأمران معنويان. أمران لفظيان أنه يشتغل الموصوف منها اسم يخبر به عنه، الله عز وجل متكلم، هذا الأمر الأول.
وأن ينفى هذا الوصف عن غيره. ليس المتكلم هو الملك، وليس المتكلم هو الهواء، وليس المتكلم الشجر، الله هو المتكلم بهذا الكلام. فهذان أمران راجعان إلى الله، وهناك أمران راجعان إلى المعنى، وهو أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عن الموصوف، يخبر بأحكامها عن الموصوف، فيقال أمر ونادى وناجى وتكلم، يضاف إلى الموصوف. هذا أمر في المعنى وهو ثبوتي، وهناك معنى في المعنى شيء آخر وهو منفي، أن هذه الأحكام تنفى عما سواه. قال رحمه الله: وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام. لا ما شاء الله. قال رحمه الله: فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون خلق الكلام في الشجرة أو خلق الكلام في الهواء، فإذا تكلم الهواء فالهواء هو المتكلم، فهل الهواء أو الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ فهذا رد على المعتزلة، من قامت به الصفة أضيفت إليه والشقة للموصوف منها اسم. قال: فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم، هذا في اللفظ، دون من لم تقم به، هذا في اللفظ وهو سلبي ومنفي، وأخبر عنه بها، هذا في المعنى وهو ثبوتي، وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره. قوله دون غيره هذا في المعنى، يعود الحكم إليه دون غيره، هذا في المعنى وهو ثبوتي، قوله دون غيره. فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم، وكل هذه فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهكذا الصوت. قال ونحو ذلك: وامتنعت هذه الأحكام لغيره، هذا كما تقدم في المعنى وهو سلبي أي منفي. فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة، إذا قال أهل السنة نثبت لله عز وجل صفة الكلام، ما الأدلة؟ الأدلة هذه الأحكام، قال وأمر ونادى وناجى وكلم وتكلم، كلها تدل على ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحكام قد ثبتت لله تبارك وتعالى. قال: فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة بها، على قيام الصفة به، وسلبها عن غيره على عدم قيامها به، أي على عدم قيامها به أي بالغير. وهذا هو الأصل، وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، أي في إثبات الكلام وما كان على شاكلته، أن الصفة إذا قامت بالموصوف فيعود الوصف عليها، وهكذا إذا ثبت الأحكام ثبت الوصف. فقال رحمه الله: وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فوجه الدلالة كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه جعل أسماءه ثلاثة أقسام: القسم الأول سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم،
ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به، وهذا موطن الشاهد في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث الشفاعة، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيفتح علي بمحامده أو من محامده ما لا أحسنه الآن. والثناء وجه الدلالة أن الثناء يكون بالأسماء والصفات. قال: لأن هذا نعم. قال: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. هذا وجه الدلالة، هذا وجه الدلالة أنه في يوم القيامة يفتح الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بمحامد لم يكن يحسنها في الدنيا، فدل على أن أسماء الله ليست محصورة. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجه الدلالة أن الثناء يكون بالأسماء والصفات. وهكذا الواقع كما ذكر ابن الوزير رحمه الله في كتابه الماتع إيثار الحق على الخلق، قال أن هذا أن أسماء الله ليست محصورة بهذا العدد، لأن ابن حزم رحمه الله يرى أنها محصورة بهذا العدد، وقوله مرجوح يرى أنها محصورة ب99 اسما، وبعضهم يرى أنها محصورة ب100 كالسهيلي، وقوله مردود، وبعضهم يقول محصورة ب1000. فقال ابن الوزير رحمه الله: هي أكثر من هذا العدد بالضرورة والنص، بالضرورة أي بالواقع، لأن ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى أكثر من هذا العدد. فعلى هذا هي ليست محصورة بالنص والإجماع، وكذلك الواقع يدل على أنها أكثر مما ذكر في هذا الحديث، لأن الذين ذهبوا إلى الحصر كابن حزم رحمه الله استدل بهذا الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وسيأتي أن فهم ابن حزم ليس بصحيح، بل الفهم الصحيح هو ما سيأتي معنا، وهو لا يدل على هذا أن 99 اسما أعدها الله عز وجل لهذا الجزاء فمن أحصاها دخل الجنة، ولا يدل على حصر. أسماء الله ليست محصورة بعدد. نعم، كم ذكر من أدلة على أنها ليست محصورة بعدد؟ 3 أدلة. الأول حديث ابن مسعود: وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والثاني حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن. والثالث حديث عائشة في صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك. ما وجه الدلالة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما وجه الدلالة؟ أن الثناء يكون بالأسماء والصفات. نعم. ثم قال رحمه الله: 17: إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتكم، ف
فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مكرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا لله ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. خلاصة هذه الفائدة أن أسماء الله على ثلاثة أقسام: مفردة ومقترنة ومزدوجة. خلاصة هذه القاعدة أن أسماء الله على ثلاثة أقسام: مفردة ومقترنة ومزدوجة. المفردة مثاله عزيز، العزيز، الحكيم، هذه أسماء مفردة. والأسماء المقترنة هي الجمع بين اسمين أو أكثر: عزيز حكيم، عزيز حكيم. والأسماء المزدوجة هي التي تجري مجرى الاسم الواحد، فلا يصح الإطلاق إلا بهما: المعطي المانع، المعطي المانع. فهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول الأسماء المفردة، القسم الثاني الأسماء المقترنة، القسم الثالث الأسماء المزدوجة. وهذه الأقسام تختلف في الأحكام، فالأسماء المفردة والأسماء المقترنة يجوز الدعاء بها، يجوز الدعاء بها سواء كان في حال الإفراد أو كان في حال الاقتران. تقول يا عزيز يا كريم، تدعو الله عز وجل. ويجوز في حال الاقتران يا عزيز يا كريم يا رحيم، يجوز هذا وهذا، هذا في الأسماء المفردة والأسماء المقترنة. وأما الأسماء المزدوجة فهي في الحكم تجري مجرى الاسم الواحد، فلا يصح أن تقول الله الضار أو المانع، لابد من ذكر الوصفين. وهكذا في الدعاء لابد من ذكر الوصفين، فهي بمنزلة الحرف الواحد. الحرف الواحد هل يحذف منه بعض الحروف، أو الاسم الواحد هل يحذف منه بعض الحروف؟ لا، وهذه بمثابة الحروف تجري مجرى الاسم الواحد. وذكر فائدة عظيمة أنها تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذه الأسماء المزدوجة تدل على أن الأمر لله، فهو الضار والنافع والمعطي والمانع. فهذه فائدة عظيمة قال فيها رحمه الله: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، هذه الأسماء المزدوجة. لماذا؟ قال: لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية، فهو المعطي المانع، أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيها عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوق. هذه خلاصة هذه القاعدة، أن القسمة ثلاثية. ما هي؟ أسماء مفردة وأسماء مقترنة وأسماء مزدوجة. والأسماء المركبة كذي الجلال والإكرام، رب العالمين، مالك الملك، تدخل في الأسماء المفردة.
تدخل في الأسماء في القسم الأول وهو الأسماء المفردة. نعم. ثم قال رحمه الله: الثامن عشر أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبار. ورب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماء. نعم، يعني هذه القسمة منها ما يدل على صفة كمال، ومنها ما يدل على صفة نقص ولو بوجه من الوجوه. فالثابت لله عز وجل صفات الكمال، كما قال سبحانه: ولله المثل الأعلى، ولله الوصف الأعلى. وإذا كان هناك صفات كمال فالله عز وجل له من الصفات أكملها، والمثل الأعلى لا يشترك فيه اثنان. إذا كان هناك صفات كمال فلله عز وجل من هذه الصفات أكملها، لأنه له المثل الأعلى، والمثل الأعلى لا يشترك فيه اثنان، فله الوصف الأعلى ولا يماثله أحد، ولا يماثله أحد. قال رحمه الله بعد ذكر هذه القسمة الرباعية، قال: والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، عن كل ما كان فيه نقص، وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، يعني له صفات الكمال وله أكمل هذه الصفات. نعم. ثم قال رحمه الله: وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. نعم، هذه فائدة، أن أسماء الله حسنى ولا يقوم غيرها مقامها. وما كان في تفسير الأسماء الحسنى وفي معاني ومدلولات الأسماء الحسنى وما يذكر في كتب العلماء، هذا من باب التفهيم فقط. فمثلا يقول: الخالق هو الصانع. الخالق اسم من أسماء الله الحسنى لا يقوم غيره مقامه، وإنما هذا من أجل التقريب والتفهيم والتسهيل، فيقال الخالق هو الصانع. وإلا فاسم الخالق لا يقوم غيره مقامه. هذه فائدة في تفسير الأسماء الحسنى. قال: وتفسير الاسم منها، أي من الأسماء الحسنى، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. نعم. ثم قال رحمه الله: وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما. نعم، حصل خطأ هنا، دون الرفيق كما في الحاشية، صوابه دون الرقيق، وأما الرفيق فقد ثبت هذا الوصف: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. فقوله دون الرفيق والشفوق، الصواب دون الرقيق والشفوق، وأما الرفيق فقد ثبت أنه من الأوصاف: إن الله رفيق
يحب الرفق. نعم. ومن صفات اللسان البر الرحيم الودود دون الرقيق الشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيق الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق والبارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوه الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يكون غيره مقامها. نعم، فله صفات الكمال وله أكمل هذه الصفات. فذكر في الإدراك، الإدراك صفة كمال، له أكمل الإدراك فهو العليم الخبير، فهو العليم الخبير. وهكذا في سائر الأبواب، في باب البر والإحسان له أكمل الصفات فهو البر الرحيم، البر الرحيم. هناك أوصاف أخرى هي في البر والإحسان لكنها دون هذا، فله الكمال وله أرفع صفات الكمال سبحانه وتعالى، وهذا في صفاته وهكذا في أسمائه. نعم. ثم قال رحمه الله: فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصف به المبطلون والمعطلون. نعم. التاسع عشر: إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة، على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانها، كما تقدم بيانه كاسمه العظيم والمجيد والصمد. نعم، يعني هذا قد تقدم معنا في أول الرسالة، تقدم معنا في القاعدة ما يجري على الله عز وجل صفة أو خبرا، فتقدم معنا أن بعض الأسماء تدل على معان كثيرة، وذكر كم من الأسماء؟ ثلاثة أسماء، من يذكرها؟ ثلاثة أسماء: المجيد والعظيم والصمد. المجيد، وقلنا مادة مجد تدل على السعة والكثرة، والعظيم يدل على صفات كثيرة حتى تكون له العظمة، والصمد له تفاسير كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يظن بعضهم أنها مختلفة، والصحيح أنها ليست مختلفة، وأشهرها الصمد، أشهرها ذكر معنيين: السيد، هذا معنى، والمعنى الثاني، المعنى الثاني، هناك أقوال كثيرة للسلف. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا منافاة بينها، والمشهور منها قولان: القول الأول السيد كما جاء ابن عباس، وسيأتي معنى القول الثاني. أحسنت، الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له. فالصمد يدل على صفات كثيرة، فهذه القاعدة قد تقدم ذكرها، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها في القاعدة ولم يذكرها في الفوائد، كررها مرة أخرى، كررها مرة أخرى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن أبي هاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد،
وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه. نعم، هذا الحديث أو هذا الأثر تقدم معنا أنه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لكن بعض العلماء يقولون الواسطة معروفة وهو مجاهد، ف يعني يحسن هذا الحديث أو يصحح. وتقدم معنا كذلك من كلام شيخ الإسلام أن أقوال السلف على هذا، أن أقوال السلف على هذا. وهنا فائدة في الجمع بين اسم الله الواحد والقهار. في آخر الأثر قال سبحان الله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ففي النصوص يجمع ويقرن بين هذين الاسمين، وذلك لوجود التلازم. فالواحد لا بد أن يكون قهارا لما سواه، والقهار لا بد أن يكون واحدا. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. الواحد الذي له هذا الوصف التام واحد لا بد أن يكون قاهرا لما سواه، والقهار الذي له وصف القهر الكامل يكون واحدا. فلذلك يجمع الله سبحانه وتعالى بينهما. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. نعم. ثم قال رحمه الله: وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يحد بهذا علما بخص الاسم الأعظم فمن لم يحد بهذا علما بخص الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. نعم، لأنه يفسر هذه الأسماء التي دلت على أوصاف كثيرة يجعلها تدل على صفة واحدة، فهذا هضم وبخس لهذا الاسم، بخس المعنى، بل تدل على معان كثيرة. ومن أجل الضبط ذكر في هذه الرسالة ثلاثة أسماء، ذكر ثلاثة أسماء تدل على معان كثيرة، كما تقدم معنا المجيد والعظيم والصمد. وذكر كذلك في هذه الرسالة ثلاثة أسماء تدل على معنى النفي، فما هي؟ نحن أضفنا اسما رابعا وإلا هو ذكر ثلاثة أسماء: السبوح والواحد، السبوح والسلام والأحد. لكن ما ذكر السبوح؟ إيه، القدوس والسلام والأحد، ثلاثة هكذا ذكر ثلاثة، وأضفنا رابعا السبوح. فذكر ثلاثة تدل على معان كثيرة، وهي كما تقدم المجيد والعظيم والصمد. وذكر ثلاثة من أسماء الله الحسنى تدل على النفي: السبوح والقدوس والأحد. وتدل على النفي مع إثبات كمال الضد، فإنه كما تقدم معنا لا يوجد نفي محض في أسماء الله وصفاته. نعم. ثم قال رحمه الله: العشرون، وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، هذه القاعدة في الإلحاد في أسماء الله الحسنى. والإلحاد مادة لحد كما سيأتي معنا تدل على الميل، أي أن هؤلاء مالوا عن الصواب في أسماء الله الحسنى. وهذا الإلحاد على أنواع، قد يصل إلى الكفر
وبعضه لا يصل إلى الكفر، لكنه ميل عن الصواب، ميل عن الصواب. في هذه القاعدة سيذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى. نعم. ثم قال رحمه الله: والإلحاد في أسمائه والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتائل من ذلك. وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. نعم، كل هذا في تفسير مادة لحد، أنها تدل على الميل. فالإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن الصواب. نعم. ثم قال رحمه الله: إذا عرفت هذا فالإلحاد في أسمائه أنواع، أحدها أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. نعم، هذا القسم الأول. قال: أن يسمى الأصنام بها، يعني هذه الأسماء الحسنى هي لله، ولله الأسماء الحسنى. فمن إلحاد المشركين أخذوا هذه الأسماء وسموا بها الأصنام والأوثان. قال: أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإلهية، اللات بالتخفيف، وجاءت قراءة بالتشديد، التي بالتشديد على أنه كان يلت السويق أي الطعام، كان يلت السويق يعني يطحنه ويجهزه، لكن اللات بالتخفيف. والعزة من العزيز، والعزة فيها خلاف، فبعضهم يقول هي شجرة وبعضهم يقول صنم، لكنها كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الإلحاد، أخذوا الأسماء التي لله عز وجل وجعلوها لآلهتهم من الأصنام والأوثان ومن الأشجار والأحجار، هذا إلحاد. نعم. ثم قال رحمه الله: الثاني تسميتهم بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. نعم، هذا النوع الثاني، تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، هذا على معتقدهم الفاسد، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع، فلا يثبتون أن الله عز وجل خلق العالم، فلاسفة لا يثبتون أن الله خلق العالم، لكن يقولون وجد العالم بوجود الله. كيف هذا؟ بالمثال يتضح المقال. الظل وجد بوجود الجدار، الظل وجد بوجود الجدار، هل الجدار هو الذي أوجد الظل؟ الجواب لا، لكن وجد مع وجوده، وجد مع وجوده، فيقول هو علة فاعلة بالطبع. فهؤلاء ولو قالوا لولا الله ما كان العالم، يريدون أن العالم وجد مع وجود الله، لا أن الله أوجد العالم، فلا يقولون إن الله عز وجل خلق العالم. هؤلاء كفار لا يثبتون أن الله خلق العالم، وهذه التسمية تسمية باطلة لا تصح لفظا ولا معنى.
لا تصح لفظا ولا معنى. فتسمية النصارى له بالأب وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة، ويريدون ما ذكر المؤلف علة فاعلة بالطبع. لو قالوا علة فاعلة نقول هو الذي خلق العالم، يضيفون كلمة بالطبع، بالطبع لأنه وجد عند وجوده لا بإيجاده، وجد عند وجوده لا بإيجاده. وهكذا مثال آخر الإحراق والنار، إذا وجدت النار وجد ماذا؟ الإحراق. هل النار أوجدت الإحراق؟ الجواب لا، الإحراق وجد عند وجود النار. فيقولون هكذا العالم وجد عند وجود الله لا بإيجاد الله تعالى الله عن ذلك. فهذا هو معنى قول الفلاسفة الكفار، فهم لا يثبتون أن الله خلق العالم، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله هم لا يثبتون وجود الرب أصلا، وإن تصنعوا بالألفاظ فهم لا يثبتون وجود الرب أصلا كما ذكر ذلك في الصواعق المرسلة. نعم، إذن هذا النوع الثاني. النوع الأول ماذا؟ أن يسمى الأصنام والأوثان بأسماء الله عز وجل كما فعل كفار قريش، هذا إلحاد. القسم الثاني أن يسمى بأسماء لا تليق به، كتسمية النصارى له بالأب وتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة بالطبع، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ثم قال رحمه الله وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبت اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراها بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. نعم، هذا وصف له بالنقص، فهذا إلحاد في صفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الكمال في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله. وتأمل إلى خبث اليهود، جعلوها يدا واحدة وجعلوها مغلولة، فرد عليهم رب العالمين فقال بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. ولذلك بالإجماع تثبت اليدين لله عز وجل بالتثنية، لأن هذا المقام مقام رد، لأن هذا المقام مقام رد. فلما جعلوها واحدة أثبت الله أن له يدين، ولما جعلوها مغلولة أثبت الله أنها مبسوطة، أنهما مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. وهكذا كما ذكر في قول أخبث اليهود أن الله استراح بعد أن خلق السماوات والأرض، يقولون استراح في يوم السبت، تعالى الله عن ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك رد الله عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ولا نصب. ولذلك أتى بالنفي المفصل ردا على هؤلاء، وإلا الأصل في النفي أن يكون مجملا، الأصل في النفي أن يكون مجملا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. وقد يأتي مفصلا لفائدة أو مناسبة منها الرد على هؤلاء الذين وصفوه بالنقص، الذين وصفوه بالنقص. نعم، إذن هذا القسم الثالث. القسم الأول ماذا؟ أن تشتق من أسمائه أسماء للأصنام والأوثان. القسم الثاني أن يسمى بما لا يليق به، كتسمية النصارى بالأب وتسمية الفلاسفة بالعلة الفاعلة. الثالث أن يوصف بالنقائص تعالى الله عن ذلك. نعم، ثم قال رحمه الله ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني،
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل الإلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. نعم، هذا مذهب الجهمية، وقد تقدم معنا أن الجهمية يقولون الأسماء التي تطلق على العبد وعلى الرب أن إطلاقها على الرب من باب المجاز، الأسماء التي تطلق على الرب وتطلق على العبد، قالوا إطلاقها على الرب من باب المجاز، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. الجهمية لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. فإذا وجدت الجهمية يقول سميع، الله سميع، فهذا من باب التجوز. الآن عندنا الجهمية لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. الجهمية إذا وجدت الجهمية يقولون سميع بصير ويطلقون ذلك على الله، فهذا من باب التجوز، وإلا هم لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، من باب التجوز. قالوا يوجد في مخلوقاته ما هو سميع، فتجوزا يطلق عليه بأنه سميع، هذا قول الجهمية. فهذا الإلحاد الرابع ملخصه هو التعطيل، تعطيل الأسماء الحسنى عن صفاتها، وأنها تطلق على الله عز وجل من باب المجاز، سواء كان عند الجهمية أو كان عند المعتزلة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، ويجعلونها أعلاما مجردة لا تدل على معان وصفات. نعم، هذا الرابع من أنواع الإلحاد. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جهد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فيستقل أو ليستكثر. معنى ذلك أن التعطيل حصل فيه التفاوت، لكن هم مشتركون في التعطيل، فالجهمية نفت الأسماء أو الصفات، المعتزلة نفت الأسماء وأثبتت الصفات، الأشاعرة أثبتوا سبعا من الصفات، يقولون الصفات العقلية حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر، فأثبتوا سبعا من الصفات ونفوا الصفات الأخرى. كل هؤلاء يدخلون في التعطيل، بل يطلق عليهم بأنهم جهمية، يطلق عليهم بأنهم جهمية، ولو عطل بعض الصفات لأنه سار على طريق الجهم ابن صفوان. الأصل أن الجهمية هم الذين نفوا الأسماء والصفات، لكن كذلك قد يطلق هذا اللفظ حتى على الأشاعرة، يقال جهمية. لماذا؟ لأنهم عطلوا كثيرا من الصفات، فمن عطل شيئا من الصفات يطلق عليه بأنه جهمي. نعم. ثم قال رحمه الله: وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلق بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع الرسل. نعم، هذا القسم الخامس وملخصه هو التمثيل، أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا الصفات، لكن جعلوها مماثلة للمخلوقين، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تقدم معنا من الذي قال من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ من؟
نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي، وهذا مجمع عليه أن من مثل الله بخلقه فهو كافر، فهذا نوع من الإلحاد. يقول هو مقابل إلحاد المعطلة، المعطلة نفوا الصفات وبالغوا في التنزيه والنفي فوقعوا في التعطيل، واتخذوا التنزيه سلما للتعطيل، والمثبت على العكس بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. قال رحمه الله: فجمعهم الإلحاد كلهم مال عن الصواب، وتفرغت بهم طرقه، هذا إلى التعطيل وهذا إلى التمثيل. فذكر المؤلف رحمه الله 5 أنواع من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ذكر 5 أنواع. والعلماء يأخذون من هذا الموطن كما أخذ ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى. نعم. ثم قال رحمه الله: وبرأ الله أتباء رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خاليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو أبطل حتى كأنه لا يعبد إلا أدما. نعم، أهل السنة وسط، أهل السنة عندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، أهل السنة عندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، دل على ذلك قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت الأسماء، السميع البصير، هذا إثبات، وكذلك وصف السمع والبصر، وهكذا فيه نفي للتمثيل، ليس كمثله شيء. ثم ذكر أن الممثل يعبد صنما، لأنه مثل الله بالمخلوق، الممثل يعبد صنما، والمعطل الذي ينفي الصفات يعبد عدما. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الموطن وفي مواطن أخرى: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. لماذا الممثل يعبد صنما؟ لأنه ذهب إلى التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق، والمعطل لأنه نفى الصفات، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، بل بعضهم وصل به الحال يقول: لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، إذن هو يعبد العدم. نعم. ثم قال رحمه الله: وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم، أهل السنة وسط في كل الأمور، أهل السنة وأهل الإسلام وسط في كل الأمور، وما عدا الوسط كما يقول العلامة السعدي رحمه الله: أطراف داخلة تحت الخطر، هكذا يقول العلامة السعدي في تفسيره. أهل السنة وسط بين هذه الفرق وبين أهل الأهواء، وما عدا الوسط أطراف، والأطراف يخاف عليها من، أو هي داخلة تحت الخطر. فأهل الإسلام وسط في الملل، وسط في الملل، أهل الإسلام بشكل عام وسط في الملل، وأهل السنة وسط في النحل، أهل الإسلام وسط في الملل، وأهل السنة وسط في النحل. تأمل إلى الممثلة، هؤلاء تجاوزوا الحد في الإثبات ووصلوا إلى التمثيل، والمعطلة تجاوزوا الحد في التنزيه
زعموا كما قال ابن القيم اتخذوا التنزيه سلما للتعطيل، فوصلوا إلى التعطيل. أهل السنة وسط، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أسهل عقيدة أهل السنة، واضحة، واضحة للعامة، واضحة. الله عز وجل له سمع وله بصر، لكن ليس كأسماعنا وأبصارنا، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميع؟ عقيدة سهلة، لكن هؤلاء لما جنحوا إلى الفلسفة والكلام وإلى العقول حصل لهم الخبط والخلط في هذه المسائل الواضحة الظاهرة البينة. وإلا كثير من المسائل يذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النقدي رحمه الله في أمور التوحيد، كثير من المسائل يفهمها العامي البليد، العامي البليد. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال عليه الصلاة والسلام إنها فعقيدة ظاهرة بينة، عزيز حكيم، سميع بصير، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن أين الله؟ في العلو، إليه يصعد الرحمن على العرش السواء وهو العلي الأعلى. أدلة كثيرة، لكن هؤلاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله يتعاملون مع الأدلة كدفع الصائل. الآن هو لا يثبت العلو لله عز وجل، يقول الله في كل مكان، سبح اسم ربك الأعلى، أنت في السجود قل سبحان ربي الأعلى، الفطرة، العقل، الإجماع، الكتاب، السنة، كلها تدل على علو الله عز وجل. كيف يتعامل مع هذه الأدلة؟ قال ابن القيم كدفع الصائل، الصائل الذي يريد أن يعتدي عليك بقتل، تدفعه بحجر أو بخشبة أو بسلاح، وهم هكذا يتعاملون مع الأدلة كدفع الصائل. يقول هذا من باب الآحاد، هذا من باب الآحاد، لا يدخل في باب العقيدة. وهذا قرآن متواتر، يقول لا هذا قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة، وهذا نص صريح، قالوا هذا من باب المجاز. يتعاملون مع الأدلة الكثيرة كدفع الصائل، لأنهم خالفوا الحق، ولذلك هم مختلفون وهم في شقاق بعيد، في شقاق بعيد. وأهل السنة هداهم الله عز وجل للطريق القويم والنهج المستقيم. نعم. ثم قال رحمه الله فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب مجيب. فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ثم شرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى. وبك فجناب الربوبية أجل وعز مما يخطر بالبال أو يعبر به المقال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتأطيل صفاته، وهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. تم الحمد لله أولا وآخرا. نعم، في هذه الخاتمة ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا مقام عظيم، وهو مقام الكلام في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن طالب العلم لا يخوض في هذا المجال إلا بعد ضبط القواعد، ومنها ما ذكره ابن القيم رحمه الله هاهنا. فإذا أراد أن يشرح في باب الأسماء الحسنى أو في باب الصفات العلى فلا بد من هذه القواعد السلفية التي مأخوذة من الكتاب والسنة، ولا بد كما ذكر أن يكون على معرفة وعلى علم وعلى ذكاء. تأمل في قوله قال فعليك بمعرفتها، أي هذه القواعد، ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى.
إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا وإلا فالسكوت أولى بك. يعني هذا باب عظيم، هذا باب عظيم كما تقدم معنا في كلام المؤلف رحمه الله في الفرق بين الفعل والمفعول، وأن الشر من أفعاله، وأن الشر ليس من أفعاله وإنما من مفعولاته. ماذا قال؟ قال: مظلة الأفهام ومزلة الأقدام. مظلة الأفهام ومزلة الأقدام، سواء كان في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى وفي باب العقيدة، لكن لا سيما في هذا الباب. ولذلك ذكر بعض أهل العلم يقول: الجبن في هذا الباب ممدوح، في باب الأسماء الحسنى الجبن ممدوح، وهو عدم الإقدام في الكلام. الله أعلم، لا أدري ما معنى هذا، لا أدري هل هذا اسم من أسماء الله، الله أعلم. إلا إذا كان عنده علم، فإذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم. فهو باب عظيم، باب عظيم، وتقدم معنا شرفه. ونكون بهذا قد انتهينا من هذه الرسالة العظيمة. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن ينتفع بهذه العلوم، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.